غير البالغ وإن كان يطأ ويوطأ مثله مثل عمره 11 سنة مثلا 12 سنة مثلا هذا يطأ ويوطأ مثله لكنه غير بالغ فأيضا لا يقام الحد على القاذف. طيب يترك؟ لا ما يترك القاذف، ينتظر حتى يبلغ هذا الشاب الولد الصغير هذا حتى أو البنت ينتظر حتى يبلغ ثم يقال له تريد أن نقيم عليه الحد لأن هذا حقه، تريد أن نقيم عليه الحد؟ قال نعم، يجلد 80 جلدة القاذف. إذن هذا الذي يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ، لكنه لم يبلغ، فهذا إذا قذف فالحق له ينتظر به حتى يبلغ. كالمقتول إذا قتل رجل وولده صغير هل القاتل يترك؟ يحبس حتى يبلغ الصغير ثم يسأل تريد أن تقتله قصاصا أو تريد أن تعفو عنه؟ فهنا كذلك ينتظر حتى يكون ولا يعتبر بوليه مثلا أبوه يأتي أبو الصغير يقول خلاص سامحته، لأن الحق ليس له حتى يسامحه، الحق للمقذوف، الحق للمقذوف. إذن من قذف صبيا يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ فإنه يؤجل الحد حتى يبلغ الصبي ثم يسأل، أو البنت ثم تسأل هل تريد الحد إقامة الحد أو تريد أن تسامح، لأن هذا حق له. نعم.